بس خلينا الاول نروح لزميلنا كريم احمد من فندق الاقامه نطمن على الاحوال قبل المباراه ونرجع لحضراتكم مره اخرى. اتفضل يا كريم. كل الشكر والتقدير ليك كابتننا الكابتن ايمن شوقي، وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. على بركه الله النادي الاهلي ينطلق ببطوله الدوري العام والجوله الاولى هنا في استاد برج العرب، الاهلي والمصري في تمام الساعه 7 النسخه 65. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحافظ على لقب بطوله الدوري العام، ومن مباراه اليوم تكون رحله البحث عن الدفاع عن اللقب، وان شاء الله باذن الله دوري ال 44 يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. منتظرين كل الجديه الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي والتركيز زي ما قلنا، خلاص يعني تم غلق الصفحه تماما بالنسبه لمباراه السوبر، عندنا انطلاقه لبطوله الدوري او دوري النيل طبعا كما يطلق عليه. دوري بالتاكيد يا كابتن ايمن هنكون في صعوبه كبيره جدا طبعا، انت عارف كل الانديه دعمت بشكل كبير، مديرين فنيين بتتغير، يمكن على سبيل المثال كمان في مباراه اليوم وهي مباراه المصري، يعني المصري مختلف تماما الحقيقه عن الموسم الماضي، اكثر من 11 لاعب بيتم الدفع بيهم او دعمهم طبعا من الجهاز الفني بقياده الكابتن علي ماهر، اللي بالتاكيد ايضا كمان عنده قياده فنيه محترمه جدا على الخطوط، عنده رؤيه مميزه جدا. عشان كده النهارده مباراه واحده من اصعب المباريات في بطوله الدوري العام، لان هي البدايه والبدايه بتكون مهمه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره كالعاده طبعا في كل لاعبي النادي الاهلي، في مستر كولر، في الجهاز الفني بالكامل، لان الانطلاقه بتكون مهمه وبتدي رساله الحقيقه للجميع. النادي الاهلي عنده هدف هو الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام، يعني الحفاظ على المستوى بيتطلب صعوبه كبيره جدا وبتطلب مجهود، ان انت تصل الى القمه وتحافظ عليها محتاجه كل الجهد من لاعبي النادي الاهلي، انكار الذات مهم جدا، الرغبه المتجدده، الدوافع، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تبان في مباراه اليوم. بالتاكيد طبعا هتكون مباراه صعبه، لكن منتظرين من مستر كولر في خلال طبعا الايام الماضيه، انت عارف طبعا كابتن ايمن، من السوبر الى التركيز مباشره في مباراه بطوله الدوري العام، تدريب كان امس على ملعب مختار التتش، بالتاكيد الجهاز الفني قدر ان هو يضع طبعا يعني زي ما بنقول كل النقاط على الحروف، ويمكن قدر ان هو يصل بشكل كبير جدا للشكل العام. في اختلاف عارفين، ويمكن في صعوبه شويه بالنسبه للتحليل الفني او ان انت تقدر تقيم، لان المجموعه مختلفه كلها، في لاعبي النادي المصري مجموعه مختلفه اول مره تلعب مع بعض، فعشان كده زي ما بنقول الصعوبه ممكن تكون كبيره، لكن ان شاء الله باذن الله بقى مع مرور المباراه ومع ال 90 دقيقه بمشيئه الله ان شاء الله يستطيع على النادي الاهلي بالجديه الكبيره وبالحماس المعروف عليه ان شاء الله باذن الله تكون اول ثلاث نقاط مع النادي الاهلي في انطلاقه اليوم. عندنا غيابات كثيره جدا في بدايه المشوار، منها الايقافات ومنها الغيابات، لكن الشيء الحقيقه اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي هو السكواد بشكل عام، احنا عندنا سكواد مميز جدا، مين هيلعب في اي مكان، مين هيكون مكانه متغير، احنا عندنا هدف بمشيئه الله هو الحصول على الثلاث نقاط. لو بنذكر سريعا الغيابات والايقافات، على راسها طبعا الايقافات كل من كهربا والشحات وصلاح محسن بالنسبه للايقافات، الغيابات كريم ندبت بالنسبه للاصابه، السليه، متولي، كريم فؤاد، اكرم توفيق، خالد عبد الفتاح، حمزه علاء ايضا كمان، والضاوي للرؤيه الفنيه، لكن ان شاء الله باذن الله مستر كولر يقف على التشكيل الامثل اللي جاهز بمشيئه الله يكون متواجد في التشكيل ومتواجد بكل قوه ان شاء الله باذن الله. جمهور النادي الاهلي كالعاده الانطلاقه النهارده مستنيين الهتاف المتميز من جمهور النادي الاهلي، التشجيع، الحماس، شد من ازر اللعيبه للنادي الاهلي، كل الامور دي بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير، لان البدايه مهمه جدا، ثقتنا كبيره جدا في الجميع، محتاجين دخولنا يكون جيد جدا في المباراه، اهدار الفرص، يعني النهارده ان شاء الله باذن الله نشوف مودست، يعني مودست اضافه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، وجهنا كل الشكر والتقدير الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكره بالكامل على هذا الاختيار، كان عندنا مشكله في الفينش، لكن ان شاء الله باذن الله مودست شفناه في التدريبات تميز الحقيقه كابتن ايمن في انهاء الفرص، وده امر مهم جدا، عشان كده النهارده بمشيئه الله يكون لي دور مع امام، مع رضا، مع هاني، مع معلول، مع ايضا كمان بيرسي تاو، كل اللعيبه دي ان شاء الله منتظرين منها كل الجديه وكل الحماس النهارده، لان الثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا مع فريق النادي الاهلي. بالتاكيد متواجدين في فندق الاقامه، الامر الاعتيادي واليوم الاعتيادي لفريق النادي الاهلي في يوم المباراه، يعني نقدر نقول المحاضره الفنيه الاخيره لمستر كولر اللي اكد لابد يكون في احترام كبير جدا للخصم، لابد يكون في دخولنا جيد جدا في المباراه، استغلال الفرص، التزام بالتعليمات، ده امر مهم جدا، منتظرين كل التزام لاعبي النادي الاهلي من التعليمات وتنفيذ كل الخطط وكل التعليمات المهمه جدا من مستر كولر، لان زي ما بنقول وهنقول في كل مره مباراه صعبه جدا على الفريقين وليس على فريق النادي الاهلي فقط لا غير. يعني اكيد طبعا يا كابتن ايمن من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلالك هنكون مستمرين معاكم كالعاده، وجمهور النادي الاهلي اكيد وحشوا طبعا التغطيه والكواليس وتحرك طبعا الحافله لفريق النادي الاهلي والوصول الى الملعب لتسخين كل الامور دي ان شاء الله تكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. لحظة بلحظة نكون معاك إن شاء الله كابتن أيمن في مباراة اليوم الأهلي والمصري على استاد برج العرب في تمام الساعة 7.
شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد.